نعود إليكم مجددا مشاهدينا الكرام ومشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. يعني مقابلة حصرية قبل دقائق من صعودي إلى المسرح جيم أنوكيان، يعطيك ألف عافية. مرحبا، كيفك؟ وصلنا بصوت بيروت، أهلا وسهلا فيك. مبارك، عندك حفلة جدا رائعة وهلأ عم تجهز. الحمد لله. كيف معنوياتك للحفلة؟ هو ليك وقت أكون عم بعزف ببيت الدين أكون عم بعزف ببيتي. امبارح بتصور ست نورة قالتها وأنا كتير تأثرت وقتها لبسوني العباية تبع بيت الدين، وكتير تأثرت. وأكيد التكريم تبع وزير نصار كمان من قبل وزارة السياحة كان لها وقع كتير كبير علي ولمسيرتي، وهذا تقدير إذا بدك للفنانين هن وبعضهم موجودين، هذا بيعطينا حافز كتير أكبر لندرنا. سو بيت الدين بيتي، إذا بتقلي إذا أي شعور عندي إيه، عم دق ببيتي قدام أهلي، والجمهور كان رائع امبارح واليوم حتى رح يكون أروع. اليوم عم نشوف العالم جدا ناطر، اسم الله واو حلولي، والفوق الصالة أيضا المسرح امتلى. برأيك اليوم حيكون في نفس جو امبارح ولا حيكون أجمل؟ الجو رح يكون حتى أحلى اليوم بعتقد. امبارح بتعرف كان أول ليلة، وقد ما يكون أول ليلة بيكون في شوي من ال ما بدي أقول لك إنه مشانجين، لما كنا الموسيقى كانوا بيعدوا كله، بس دايما تاني ليلة بيكون شوي أريح مرتاحين وحماسين نبلش. يلا ما احنا حنشوفك، ما احنا اخرك، يعطيك الف عافية. حنكمل مشاهدينا، نحن حنطلع على ساحة الاحتفال لحتى نقلكم الاجواء مباشرة قبل دقائق من انطلاق الحفل، حفل جي مانوكيان في ساحة في قصر بيت الدين. عم شوف هذه المشاهد الرائعة. فإذا نحن الآن داخلين على مكان الحفل، سوري. طبعا أيضا الإضاءة جدا رائعة في الداخل. طبعا مثل ما عم نشوف، يعني مثل ما عم نشوف بهذه الأثناء المسرح، هذا المسرح مسرح عصام. الأجواء مثل عم شوف بيت جاهزة، المسرح ويعني المقاعد امتلأت، عم بكت أبيها عدد كبير من المواطنين بالليلة الثانية للفنان جي مانوكيان. مثل ما عم شوف مكان الفرقة الموسيقية والمسرح جاهز، أيضا عم نشوف المقاعد جدا ممتلئة، أيضا التحضيرات أصبحت جاهزة، دقائق وسيبدأ احتفال. يعطيك ألف عافية. يعني فاز المشاهدين، هيدي الليلة الثالثة من احتفالات مهرجانات بيت الدين. حنكون كمان بكلمة سريعة مع الأستاذة هالة شاهين، وهي عضو اللجنة التنفيذية لمهرجانات بيت الدين. بانتظار طبعا استاذة هالة شاهين، مدام هالة يعطيك الف عافيه. وخلينا هيك نعطي صوره ايضا للجمهور، بدايه هذه الليله الثالثه، والليله ايضا هي ليله اكسترا للفنان والموسيقي العالمي جي مانوكيان. مزبوط. ويمكن هي ما كانت ضمن البرنامج. لا، هو بلشنا بامسيه واحده بس بيعت كل البطاقات، فمددنا لليله تانية. محبي الاستاذ جي كتار وبحبوا كثير يشوفوه ببيت الدين. نحن اليوم بالميز هذا المهرجان هو الأربعين. مزبوط، احتفال بعيد الأربعين. نحن انطلقنا بهالقاعة بصيغة صغيرة بالظروف صعبة كتير، وانطلقنا منها إلى العالمية، استضفنا كبار الأسماء، والسنة التغطية عم تكون أساسا على الفنانين الشباب من لبنان والعالم العربي. شفنا فرح ديباني بأول حفلة كمان. مزبوط. مع ميسو لبنان بعلبكي. لبنان بعلبكي كان كمان إلى أصداء جدا جميلة. وأيضا اليوم يعني نشوف المقاعد كلها مفولة، هيدي تاني حفلة. هولي تاني حفلة. تاني وتالت حفلة. بعدين عنا حفلة الجاز نهار الثلاثة مع مجموعتين دونا خليفة وأرتو ساتيون كمان.
من شباب محبي الجاز. ننتقل للخميس مع ميسا قرعة، يمكن انت حضرتكم تعرفوها من طبعا. ابو ظبي غالية عن التعريب، هي يمكن اللبنانية الوحيدة اللي نالت الجرامي اوود، صار عندها نومينيشن يعني، راح تقدم عمل متكامل بوجود الفنان الكبير شرب البحار. نرجع عنا شيكاغو ب2 و3 و5. اليوم يعني شو بتقولوا للمواطنين يلي بعد يمكن بعد بلحقوا حجز لليوم؟ لا 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 بالأيام أكيد أكيد، في بعض المحلات عم تنقص يوم بعد يوم، بس أهلا وسهلا فيهم، جرب نساعدهم قد ما فينا. وهذا المكان برأيك قد عم بيضيف رونق؟ شوف هيدا قصر لبناني الوحيد اللي عم تقدم فيه حفلات، قصر هيدي القاعة بتتسع ل1100 شخص مع هيك ستيج يعني، والمكان جميل زد، الزخرفات تبعه الحجر والخشب وايضا الاضاءه عم نشوفها، والاضاءه عم تعطي حياه جديده لهالقصر. شكرا، انا بدي اشكرك بكل اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم كل اعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي صوت بيروت، عم نشوف هذه المشاهد مباشره. مثل ما ذكرنا انه المقاعد امتلأت بانتظار بدء حفله جي مانوكيان. هيدي مثل ما ذكرنا هيدي الحفله الثانيه لجي، طبعا كم الحفله الاولى كانت بالامس وكانت مقاعد مفوله، وايضا عم نشوف حتى الحفله الثانيه هي ايضا عم تكون مفوله. طبعا يعني مثل ما عم نشوف مشاهدينا بعدس زميلنا يوسف فواز، هذه هي المشاهد مباشره عبر صوت بيروت مباشره من داخل قصر بيت الدين التراثي الاثري. مثل ما عم نشوف الحضور اكتمل بانتظار يعني ان يطلع او ان يخرج جي مانوكيان على محبيه ومعجبيه بالليله الثانيه لإله ببيت الدين. فاذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت، سنكتفي بهذا القدر، بهذا البث المباشر، بهذا القدر من البث المباشر. سنقوم ايضا نشوف اذا حنقدر نوفيكم ببث ايضا خلال الحفله. كان معكم محمد زياد يوسف، هو صوت بيروت انترناشونال.